أبو حيان التيمي يقول: رؤية على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثوب كان يكثر من لبسه، فقيل له فيه، فقال: إن هذا كسانيه خليلي وصفيي، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إن هذا الحب هو الحب لله، ليس حب للمال، وليس حب للمنصب والجاه، لكنه لله وفي جناب الله سبحانه وتعالى. إن هذا الحب بأهميته جعله الله سبحانه وتعالى ملازما لذلك المؤمن الذي يكثر فيه من الطاعات ويكثر من الإيمان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب الناس. ونجد أن موسى عليه السلام يقول عنه ربنا سبحانه وتعالى: وألقيت عليك محبة مني، أي أن الله سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلوب الناس. ولذلك يقول الطبري رحمه الله: ألقى الله سبحانه وتعالى محبته في قلب آسيا فغدته وربته، وألقى محبته في قلب فرعون فترك معاداته عليه الصلاة والسلام. من أجل أهمية المحبة في صفوف المجتمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على نشر تلك المحبة في صفوف صحابته رضوان الله تعالى عنه. يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. بل كان يأمر الصحابة إذا أحب منهم شخصا آخر أن يخبره بأنه يحب، فكان يغدو إليه ويقول له: إني أحبك في الله. ولذلك هناك رسالة أرسلها الجاحظ منذ سنوات عديدة إلى أولئك الذين يبحثون عن الكمال في كل شيء. ماذا قال؟ ينبغي لمحب الكمال أن يعود نفسه محبة الناس. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم لما تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون بهذا الدعاء العظيم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، يعني ارزقنا يا رب محبة الناس. لكن يبقى سؤال وجوابه عندكم: هكذا كنا، فمتى نعود؟ فالآن نسأل والأحداق شاخصة، متى نعود لذا العهد الذي سلفا.